اهلا وسهلا فيكم اصدقائنا المشاهدين في برنامج استديو الاطفال. رجعنا لكم في حلقه جديده وفي شهر الاحتفالات، شهر فبراير الخير. طبعا احنا الحين بشهر فبراير، وهذا شهر معروف عنه في الاعياد الوطنيه وفي عيد الوطني وفي عيد التحرير. اهلا ملك واهلا بدر. الاعياد الوطنيه في الكويت لها طابع خاص يميزنا احنا الكويتيين، وفي نتجمع ونحتفل ببلادنا الكويت. وعشان كذي أصدقائنا موضوعنا اليوم مو وايد بعيد، ولكن اليوم راح نقول لكم الطرق الصحيحة اللي نحتفل فيها عشان لا نأذي أحد ولا أحد يأذينا. وانتوا رايحين تشترون أشياء حق العيد الوطني، خلوا عندكم وعي شنو الأشياء اللي تشترونها تفيدكم حق العيد الوطني. صح كلامك بدر، الأطفال صاروا يعرفون شلون يختارون، وعشان كذي بنقول لكم احتذروا عن الماسكات الوعي الأقنعة، خلكم حذرين منها لأنها ما تمثلنا. والحين نحتفل معاكم طريقة سليمة عشان كلنا نستانس. ومن أهم الأشياء اللي نأكد عليها ونفتخر فيها بديرتنا الكويت هي الإمعات والزوارات. عشان كذي أصدقائنا المتابعين، أي أحد يحس إنه تعبان أو في أعراض مرض خلي يعزل نفسه عشان لا نأذي غيرنا. وبكذي راح تكونون مستانسين ومستعدين حق العيد الوطني، والله يحفظ لنا هذا البلد الحبيب. اللهم آمين بدر. والحين تعالوا خلينا نشوف معاكم شنو الفقرات الجاية. وصلنا معكم أصدقائنا في فقرة معلومات العامة، وبما أن الثقافة العامة مجال مهم للإنسان، وعلشان كذي أصدقائنا جبنا لكم اليوم أنا وبدر معلومات غريبة وعجيبة بنفس الوقت، ومتأكدين أنها بتعجبكم. صح كلامك مناير. علشان كذي نبدأ حلقتنا بأول معلومة غريبة. تدرون أن رأس الطفل ينمو ويكبر بعد ولادته لحد ما يوصل إلى ضعف أكبر من الضعفين؟ تدري بدل رأس الإنسان يوقف عن النمو لما يكمل الإنسان عمر 18، يعني الحين أنا معاك بدر رأسنا للحين في طور النمو. وبعد من المعلومات الغريبة عن رأس الإنسان إنه يحتوي على أكثر من 99 خلية عصبية. تصل نسبة المياه حوالي في الدماغ البشري حوالي 78%، لأن المياه جدا مهم في جسم الإنسان. مناير عادي أسألك سؤال. إيه بس لا يكون سؤال صعب بدر. لا تخافين سؤالي سهل. كم مرة تضحكين باليوم؟ ما أدري إذا هذا السؤال ضحكني، بس أنا وايد بالنسبة لي وايد أحب أطالع فيديوهات مضحكة. أنا سألتك هالسؤال علشان أقول لك هالمعلومة. تدرين إن الإنسان الطبيعي يضحك باليوم بمعدل 10 مرات؟ الضحك بعد أصدقائنا يحفز الدماغ على التفكير والمذاكرة. وصلنا معكم أصدقائنا لنهاية فقرة معلوماتنا اليوم، أتمنى تكون عجبتكم واستفدتوا منها. وبكذي أصدقائنا تابعوا معنا ومع أصدقائنا في باقي فقرات اليوم. نرحب فيكم أصدقائنا في برنامج تيدي الأطفال، في تغطية جديدة وحلوة من تغطياتنا المختلفة اللي نزور فيها عروض المسرحيات الحلوة بالكويت. احنا اليوم متواجدين في مسرحية آن، مسرحية أطفال من بطولة الفنان بدر الشحيبي، عدد من النجوم. في تغطيتنا اليوم راح نتعرف على كواليس مسرحية ترانب، راح نوريكم الأشياء اللي نحب نشوفها على خشبة المسرح وخلف الكواليس، وراح نلتقي بعد بنجوم مسرحية الأرانب وراح نقول لكم شنو أدوارهم بالمسرحية. نطروا تغطياتنا وأكيد راح تعجبكم. احنا موجودين في كواليس مسرحية الأرانب. نرحب فيك الفنان أحمد بن حسين. هلا والله. شنو دورك بالمسرحية؟ دوري بالمسرحية الطفل أحمد عنده إنجاز وعنده يعني حلم يبي يحققه مع أخوه، بس سبب الظروف اللي راح تصير بالمسرحية ما راح يحققه. شنو استعداداتك قبل العرض؟ أول شيء أقرأ الأذكار ونحمس الجمهور معانا إن نقول لهم جاهزين عشان يتحمسون قبل العرض. إذا نسيت أنت بوقت العرض شنو تسوي؟ الممثلين ربي يقدرون يساعدوني أو إن أحاول أذكر منهم، يعني راح يساعدوني إني أذكر. مشكور، أنت ملاك التوفيق. علي صور معك؟ أكيد.
نرحب فيك غرور سفر في مسرحية الأرانب. يا أهلين. شنو استعداداتك قبل العرض؟ أول شيء أحب أسوي شعري وأحط ميك اب وألبس ملابسي، طبعا هذا أهم شيء. وقبل لا أدخل المسرح على طول والجمهور ناطرني، أحب أقرأ آيات قرآن عشان بس أنا عن التوتر، وبس والله هذا اللي أسوي يعني. شنو الشيء اللي تحبينه بالمسرح وشنو الشيء اللي ما تحبينه؟ ما عندي شيء ما أحبه بالمسرح، بس ممكن شغلة شوية شيء ضايقني ما أحب أنا أسويها أو أتعيز شوية إني أسويها، إن تبديل بالبداية ما أحب أبدل، بس أحب التبديل بعد العرض، يعني لما أخلص عرض أحب أطلع من زيي، وبالبداية شوية يصير فيني ماني خلق أبدل بالبداية، بس إيه يعني. شكرا لك الفنانة غرور صفر، نورتينا. مشكورة حبيبتي، النور نورك. مرحب فيك فنان عبد الله الخضر في برنامج نستيدي الأطفال، نبي نعرف شنو دورك في المسرحية. أول شيء أنا اللي أرحب فيكم أنكم موجودين هنا بالمسرح. أما عن الاستعدادات، استعداد يعني حالي حال أي فنان، أكون جاهز مبور نسخن عشان نشد حيلنا بالأرض ومنورة بالمكان. شنو دورك في المسرحية؟ دوري شخصية ناصر، شخصية إحنا طبعاً أربعة يعني باقلنا من المدينة، بس ما راح أقول لكم شنو، فلازم تحضرون تشوفون شنو. بس المهم أني أنا شخصية حلوة ومحبوبة، وبالأخير أنا إنسان طيب مثل ما أنت شايف يعني من البدلة. نشكرك على تواجدك معنا في برنامج جديد الأطفال، بالتوفيق. العفو، وما سوينا شيء، أنتم تستاهلون أحلى استديو بالعالم. نرحب فيك الفنان عبد الرحمن الفهد، واحنا اليوم جايين نعرف كواليس مسرحيه الارانب. طبعا معكم عبد الرحمن الفهد، سعيد بهالمقابله. مسرحيه الارانب على مسرح دار المهنه الطبيه بالجابريه، شخصيتي هي دور سالم، امثل شخصيه الناس اللي بالسوشيال ميديا سواء كان الجانب الايجابي او السلبي، هذا اللي راح نعرفه بالمسرحيه من خلال مسرحيه الارانب. ونبي نعرف شنو تجهيزاتك قبل مسرحيه الارانب؟ طبعا تجهيزاتي بروفات اشتغلنا انا والشباب قبل عرض باربع ايام خمس ايام عشان نعيد تجهيز المسرحيه، خصوصا انها كانت معروضه من قبل، فكانت البروفات خفيفه بالمسرحيه. شكرا لك استاذ عبد الرحمن الفهد على حضورك هذه المقابله، والله يوفقك ان شاء الله بالمسرحيه. يا حبيبي اجمعين. اليوم أصدقائنا في فقرة قصص وحكايات اخترنا لكم قصة وايد حلوة وعجبتني حيل، وهي من تأليف الأستاذة حنان السعدي، والرسومات الجميلة في القصة للفنانة رحمة الرحبي، واسم القصة مثل ما هو مكتوب على الغلاف حلا تجعل حياتها أحلى. هذه حلا وينادونها الجميع بحلا الأكولة لأن الأكل لعبتها المفضلة، دائما تجذبها الروائح الشهية المنبعثة من بيوت الجيران، ومكانها المفضل دائما هو المطبخ. طبعا ما تحل لها الدراسة وحل الواجبات إلا ويمها طبق من الكرواسون والكيك.
في يوم من الأيام شافت حلا صديقاتها في المدرسة متجمعين حول لوحة الإعلانات، راحت لهم واكتشفت الإعلان عن مسابقة لأفضل عمل تطوعي وقررت أنها تشارك، لكنها كانت محتارة شلون راح تشارك، ولقت الفكرة. في يوم المسابقة قدمت كل الطالبات مشروعها وحلا بعد معاهم، كان مشروعها مليء بالصور إنجازاتها، لما انتهت تصفق لها الجميع، وكان مشروعها أنها راح تسوي علب عن طعام وراح توزعهم على الجميع المحتاجين. ها أصدقائي، عجبتكم الفقرة؟ والحين أصدقائنا بعد ما سمعنا القصة أكيد في شيء تعلمناه، وهو أن السعادة الحقيقية تكمن في التطوع. أصدقائي، اليوم بعطيكم معلومات عجيبة عن أعمق حفرة بالعالم. أنتوا لما تفكرون بأعمق حفرة بالعالم أكيد تفكرون بحفرة الماريانا ترنش اللي تحت المحيط الهادي، بس هي عمقها 11 كيلومتر بتشالنجر ديب اللي هو أعمق مكان داخل ماريانا ترنش. بس هي مو أعمق حفرة بالعالم، بس أعمق حفرة بالعالم هي كولا بورهول اللي بجنوب غرب روسيا، هي عمقها 16 كيلومتر أو 16,000 متر. من كذي هي حيل عميقة وهي أعمق من ماريانا ترنش وشالنجر ديب. العلماء لما حفروها ما قدروا يكملون، كانوا بيحفرون لما يوصلون 20 كيلومتر مو 16، بس ما قدروا لأن درجة الحرارة صارت حيل عالية ووصلت ل 1300 درجة سيليزية، والحرارة من البراكين اللي تحت الأرض. وهذه أحلى معلومات حبيت أعطيكم إياها. الأسنان موضوع مهم وايد حق الكبار والصغار، والابتسامة الجميلة معناتها أسنان صحية. واليوم الدكتور بدر كام راح يعرفنا على هالموضوع أكثر. نرحب فيك دكتور بدر ببرنامج نستوديو الأطفال. طبعا أنا اليوم وايد مستانسة من لقائنا معاك، لأني حابة أسألك أسئلة عن التقويم. بس بالبداية بنعرف ليش الأطفال يخافون من طبيب الأسنان؟ نورتيني يا فرح ونورتونا في عيادتنا، ويشرفني أني أكون في برنامجكم استوديو الأطفال، واللي سمعت إنه ما شاء الله الموسم الثاني، وأتمنى نكون نفيدكم في الزيارة هذه. طبعاً خوف الأطفال مو الكل يخاف، هذا موضوع نسبي. في ناس غالباً ساعات سامعين شيء، شايفين شيء، مرين بتجربة سيئة، لكن مهمة الدكتور الشاطر إنه يحاول يوخر الرهبة، يحاول يخلي الزيارة حلوة. نبي نعرف أصدقائنا شنو هو التقويم وحق أي عمر يبدي؟ التقويم جهاز نستخدمه عشان نحرك الأسنان أو ساعات نحرك الفك. غالباً نستخدمه لما يكمل الطفل 12-13 سنة، يعني تقريباً كل أسنان اللبنية طاحت وطلعوا على الأسنان الدائمة. ساعات نحتاج نستخدمه في وقت أبكر 7-8-9 سنين لما يصير في مشاكل في تطابق الفك. دكتور شلون نحافظ على أسناننا نظيفة مع التقويم؟ وهل في أكلات لازم نتجنبها حق التقويم ولا لا؟ سؤال حلو. طبعاً الحفاظ على الأسنان بالتقويم ولا من غير تقويم تقريباً هو نفس الشيء، اللي هو التفريش وننظف بين الأسنان اللي هو غالباً نسويه بالخيط، لكن ساعات يكون صعب حق اللي حاط تقويم، فنستعطيه الووتر بيك اللي يطش ماي، أو في طريقة تقدرين تستخدمين فيها الخيط. زين، طبعاً أنت تفريشك راح يكون شوي أصعب، يعني راح تفرشين أسنانك وراح تفرشين التقويم نفسه، في له مثل فرشة صغيرة تستخدمينها اسمها مامية البيبي، عدل تحطينها، وفي له خيط وفي له ووتر بيك. والاكلات، في اكلات راح تتجنبينها، اي شيء يكسر ممكن البراكيت او يطيح هذا نتجنبه، يعني غالبا اكلك بيصير ناعم، ما في ستيكات ولا تكسر اللي كسرون ثلجه، واللي الاكل اللي قرقع عرفتي اللي خرخش
زين الخبز اليابس الامور هذه نحاول نتجنبها. طبعا اذا صارت مشكله تردين حق الطبيب ويرد لك، يعني ما عليه ممكن تاكلينهم اذا تقدرين. طبعا كلنا ندري ان اصعب مرحله حق الطفل هي مرحله سقوط الاسنان، فشلون يقدر الطفل انه يستعد حق هالمرحله؟ طبعا هي مو اصعب مرحله، فيه وتيكم المراهقه وتيكم الشباب مراحل صعبه، هذه مرحله جديده انتم مو متعودين عليها، يكون الطفل اسنانه ثابته تبلش تتحرك ويحس انه صاير شيء غريب، فممكن يضايق ما يعور، عرفتي ما هو نفس الالم. غالبا نحاول نخلي الطفل ياكل عليه ويطيح ضرسه، نقول له تيك التوث فيري بتكبر بتصير كبير وبيطلع لك ضرس ثاني ابتدائي، فهو ما هو شيء يخوف ويعور، بالعكس في وايد اسنان اطفال يستانسون يقولون كبرنا ابي اطيح ضرسي ابي اصير كبير. زين فهي مرحله من مراحل حياتك، الحين تكبرون من الستة الى 12 لين توصل 12 خلاص اسنانك اسنان شخص كبير ما راح يطيحون بعد. طبعا دكتور احنا نشوف وايد ناس يستخدمون الطريقه اللي بالخيط بالاسنان وبالباب يشلعون اسنانهم، هل هذه طريقه تفيد ولا لا؟ ما فيها شيء انك تطيحين ضرسك بروحك، بس هالامور لازم لازم وياك واحد كبير عشان لا تربطين الضرس الغلط. مشكور دكتور على استضافتك الحلوه، وايد استانسنا معك واستفدنا. نورتينا يا فرح، وحياكم اي حزه انتم برنامجكم. احنا للحين موجودين بعياده دكتور بدر، راح نساله بعض الاسئله. ايه تفضل يا بنيتي. طبعا دكتور صحة الفم والأسنان تبتدي من الصغر، شلون نعتني فيها ونحافظ على أسناننا؟ سؤال حلو. طبعا جميع العادات كل شيء يبلش من الصغر، ولازم نأسس عادات وتصير عادة يومية، التفريش واستخدام الخيط والأكل الصحي، هذه الأمور كلها تأخذينها من الصغر وتمشي وياك بالكور. رقم واحد الفرشة والمعجون والخيط، مهمين خاصة قبل لا ننام، هذه أهم واحدة. الأكل السليم اللي طبعاً نوخر عن الحلويات أو كثرتها، مشروبات غازية، وإذا لا سمح الله أنتوا تحبون الكاكاو هذا تبي تأكلون، يكون مرة واحدة باليوم، دا ناكل صبح وبالليل، لأن معدل التماس السكريات بالأسنان يزيد من معدلات التسوس. يعني لو عندك قطعة كاكاو كذي أحسن تأكلينها مرة واحدة من لا تأكلينها ثلاث مرات ذو نفس الحجم. طبعا دكتور احنا لما نروح نشتري أدوات التنظيف نحتار، شنو هي الأدوات المناسبة اللي نختارها؟ سؤال حلو. طبعا دائما احنا في مثل ما تسميهم guidelines نمشي عليهم، أو مثل ما تقولين شروط طبية تحطها الجمعيات العالمية مثل جمعية أطباء الأسنان الأمريكية والإيرلندية، فدائما احنا ندور المنتجات اللي مكتوب عليها ADA American Dental Association، هذه دائما تكون منتجاتهم من جميع الماركات، يكون الفلورايد مناسب اللي في المعجون مناسب حق عمرك، وحق الصغار في نسبة أقل من الفلورايد، والفرشة نفس الشيء، الفرش الناعمة دائما نحبذ ان نستخدم الفرش الناعمة حق عمرنا، لا تكونين انت مثلا اسنان بنية كبيرة ولحين تستخدمين الباربي والهذي، لا لا تحتاجين مالت اللي عمرك. فانت اهم شيء انك تمشين وراء الفئة العمرية اللي معطينك اياها، ولين نكبر عاد في فرشات الكترونية وفي الامور هذه تقدرين تشوفينها، يعني اي شيء خير على خير. دكتور هل في أكلات مضرة للأسنان وشنو هي هذه الأكلات؟ الخرابيط، الخرابيط مضرة للأسنان طبعاً، الأشياء المصنعة اللي تلزق اللي عالية بالسكريات، المشروبات الغازية، لسة الأشياء المضرة وايد صراحة، بس احنا نقدر نتغلب عنها بالاعتدال وبالتفريش وبالنظافة، يعني ما على ساعات ناكل أكلات مضرة وعنا ما نعبدها، بس ساعات الواحد يشتهي لك كاوتين ولا يشتهي لك بطاط البفك وهذا، بس إن نحاول إن نفرش، ودائما الخرابيط هذه تنمكل مرة واحدة كسناك، ما تصير كوجبة وما يصير كصبح وعصر وبالليل، لا
يكون لها وقت معين. أحب أشكرك دكتور على استضافتك لنا وعلى المعلومات اللي استفدناها منك. العفو يا بنيتي، وحياكم بأي وقت، وأنا سعيد أني وياكم اليوم. الكويت بقول لكم معلومات جمعتها لكم يا أصدقائي عشان أعرف عن تاريخ ديرتنا الحبيبة. كانت الكويت بلدة صغيرة على الخليج العربي، وأشهر من سكنها ابن عريعر من بني خالد وآل الصباح، واشتغل أهلها بصيد السمك وبعض الحرف الأخرى مثال الزراعة والغوص على اللؤلؤ. وقد حكم الصباح الأول ثم تولى بعده عدد من أسرة آل الصباح إلى عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح الذي اكتشف النفط في عهده، ثم بدأ التطور يظهر جليا على كل نواحي الحياة، ولازال التقدم والرقي ملازما للكويت حتى أصبحت في مصاف الدول المتقدمة من ناحية حضارة واقتصادا وعلما. وتسلسل الحكم في أسرة آل الصباح إلى أن وصل لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، ويسانده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
فيكم أصدقائنا في برنامج استديو الأطفال. اليوم ناخذكم معنا في جولة في أبراج الكويت. جاهز بدر؟ هلا زينة، شلونك؟ أنا جاهز. أكيد وايد أحب أبراج الكويت لأنها معلم من معالم كويتنا الحبيبة. أبراج الكويت هي ثلاثة. تقع أبراج الكويت على ساحل الخليج العربي في منطقة شرق مقابل قصر دسمان. مثل ما قلتي زينة، أهم ثلاث أبراج. البرج الرئيسي يحتوي على مطاعم وخزان ماء وكرة كاشفة الدور، والبرج الأوسط خزان ماء سعة 1,000,000 جالون، أما البرج الأصغر هو برج كهرباء. شو رأيك زينة الحين نروح نتجول ببرج الكويت مع أصدقائنا؟ يلا خل نروح. أصدقائنا المشاهدين، احنا داخل أبراج الكويت وراح نستكشف المرافق العجيبة فيها. تعتبر الأبراج من أبرز معالم الكويت وتمثل رمز من رموز النهضة المعاصرة. تدرين مناير أن أبراج الكويت تم افتتاحها في سنة 1979 وتم بنائها في سنة 1975. تدري بدر أشكال الأبراج ترمز لشنو في التراث الكويتي؟ لا مناير، أنت قولي لنا ترمز حق شنو؟ البرج الكبير اللي فيه كرتين يدل على المبخر، والبرج اللي فيه كرة واحدة يدل على المرش، أما البرج الصغير يدل على المكحلة. صح كلامك مناير، هذول الأشياء موجودين بتراثنا الكويتي القديم، بس الحين خل نروح نشوف أصدقائنا شنو عندهم من بعد معلومات. احنا مكملين جولتنا داخل ابراج الكويت وداخل البرج الرئيسي الكبير اللي فيه كرتين. هذا برج ارتفاعه 187 متر وعلى سطح البحر، والكره اللي فوق تدور حول نفسها كل نص ساعه، ومن خلالها يقدرون الزوار يشوفون مناظر الكويت والبحر. اكثر شيء عجبني بابراج الكويت المصعد اللي ينقل الزوار من الدور الارضي لارتفاع 133 متر خلال 35 ثانيه بس. اكثر شيء عجبني فرح التلسكوب اللي من خلاله شفت مناظر الكويت والبحر. بصراحه زينه ابراج الكويت كل شيء فيها عجيب وحلو، ودائما لما اروح هناك مستانس. ان شاء الله انتم بعد اصدقاء استانستوا معنا في رحلتنا لابراج الكويت. نشوفكم في حلقه جديده. Bye!